السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي صحيفة أضواء الوطن الإلكترونية، متواجدين في الطائف وبالتحديد من أمام جوري مول لتغطية نموذج الرعاية الصحية. زي ما أنتم شايفين الآن، طبعا انطلقت هذه الرحلة من العاصمة الرياض كمرحلة أولى، ومرحلة ثانية في المنطقة الشرقية، ومرحلة الثالثة في القصيم، من ثم مكة المكرمة وجدة. طبعا الآن داخلين على الخيمة المصاحبة لنموذج الرعاية الصحية. زي ما أنتم شايفين الآن مشاركة جميع المستشفيات، مستشفى الملك فيصل، مستشفى الصحة النفسية، ومستشفى الملك عبد العزيز، ومستشفى الأطفال. زي ما أنتم شايفين الآن في الواجهة موجود المرسم الصحي.
you.